سعدون. أنا هنا. فيه إيه؟ متخافيش، تلاقي الكهرباء قطعت شوية وهترجع. كهرباء؟ كهرباء عمرها ما قطعت في بيتي. ولا هنا. يعني قطعت على وشي؟ ماشي، ما هي ليلة باينة من أولها. أوه! الحرامية! مأمونة جاتني وكانت عايزة تقتلني. لو عايزين تخلصوا من اللي بيجيلكم، حاج مأمونة ولدها لازم يرجع. حاج مأمونة ولدها لازم يرجع. حاج مأمونة ولدها لازم يرجع. يا لهوي. حاج مأمونة ولدها لازم يرجع. 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 ولي ولي. ايوه يا عم. فيها ايه يا متولي؟ الكهرباء انقطعت في البلد كلها، وانا بعت واحد يشوف الكابينه العموميه. والسواد ده جاي من ايه؟ من بيت ابو عميره وبيت يونس الحلاق. ايه؟ مأمونه بقت الغوله. مأمونه بقت الغوله. في ايه يا ابو عميره؟ الغوله يا عم، الغوله. مأمونه بقت الغوله وجت هنا. حاج مأمونه ولدها لازم يرجع يا عم. وردي اتصل بيك وعايز يهدى التاني. بيقول ان مأمونة كانت عنده في البيت وكلم عرابي، وعرابي قال له انه شافها قدام البيت هو التاني. يعني ايه؟ لو عاوزين تخلصوا من اللي انتوا فيه ده، حق مأمونة ولدها لازم يرجع. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.